نعم فاحنا نناشد الحكومه طال عمرك، وهذه فرصه انزين فرصه انها يتم رصف الطريق هذا الترابي. نعم والشارع موجود، يعني ما يحتاج انك تشغل الشارع من جديد، الشارع موجود اللي عليك انك بس انك تسوي صيانه لبعض المسارات والمنعطفات والمصاعيد الصعبه يتم صيانتها. نعم وتم رصف القارة، يعني بيكون تكلفته اقل من انك نعم. من الشارع البحري. نعم. هذه كحل مؤقت حاليا يعني وعشان تربط الولايه تربط النيابه بالولايات مع بعض. نعم. اخوي بالنسبه للمحافظ مسندم بالنسبه لولايه دبا وخصب حاليا هذا الشارع الوحيد اللي يربطهم، ترى هي كانت مربوطه عن طريق الامارات. المنافذ الحدوديه حاليا مع جائحه كورونا وتعرف سكرت الحدود. نعم. مع تسكير الحدود فابناء ولايه دبا ما عندهم ربط مع ولايه خصب. ما في ربط. نعم. ربطهم الوحيد هذا الطريق اللي هو الشارع الترابي. نعم. فانت كيف يعني شخص اذا انتقل من دبا الى ولايه خصب يحتاج يمكن 4-5 ساعات سياره وشارع ترابي. نعم. وعندك الشارع هذا ما تعرف انت شو يصيبك في الشارع. نعم. بنشر عليك التاير او تتعطل عليك السياره، انت عندك اسرتك عندك اطفال في السياره فالامور صعبه يعني. طبعا نحن نتكلم عن حركه الافراد، هناك تحديات اخرى كذلك أكيد. للحركه أكيد. التجاريه أكيد. والاقتصاديه. نعم. طال عمرك الشارع بالنسبه للحركه التجاريه والاقتصاديه غير مجدي حاليا بالنسبه حاليا، لان عندنا